وفي أسواق المعادن النفيسة قفز سعر البلاديوم متجاوزا 3000 دولار للأوقية مع تناول المخاوف من نقص الإمدادات من روسيا المصدر الرئيسي للمعدن المستخدم في صناعة السيارات. كما قفز الذهب الذي يعتبر ملاذا آمنا إلى ما يقرب من 1965 دولار للأوقية. أما على الصعيد المحلي فسجل جرام عيار 18 نحو 743 جنيها، ولمس عيار 21 السعر اليوم إلى 866 جنيها، في حين وصل عيار 24 السعر اليوم إلى 990 جنيها، وسجل الجنيه الذهب أخيرا سعره وصل إلى 6928 جنيها. أما عن أسواق النفط فقد ارتفعت أسعار النفط الخام مع زيادة المخاوف من تعطل صادرات النفط الروسية بسبب العقوبات الغربية، وقفز سعر خام برنت بنسبة 6.9% ووصل السعر اليوم إلى 118 دولارا و11 سنتا للبرميل. أيضا قفز الخام الوسيط الأمريكي بنسبة 47% ووصل السعر اليوم إلى 115 دولارا و68 سنتا للبرميل.